مرة أخرى أهلا بكم، وهننتقل للمجلس النواب مرة أخرى. مصادر خاصة قالت لعين على البرلمان أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب هيقابل رئيس مجلس النواب الروسي يوم الثلاث اللي جاي، وده لبحث بعض الملفات المشتركة، وده بيأتي في إطار توطيد العلاقات بين البرلمان المصري والروسي. هيتم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مستوى مجالات كتير، ونأمل إن شاء الله في هذا اللقاء أنه هو يثمر ويسفر عن نتائج طيبة.